السلامة، مرحبا بكم الناس الكل. دونك عندنا اليوم ان ديبا تري انتريسون، باش نبعدوا شويه على لو تكنيك لو ستاندار اللي مستانسين به في لي كونغري، نحاولوا نحكيوا شويه على نحن كعباد. دونك نحن كعباد في اون ريلاسيون مع السوشيال ميديا، اون ريلاسيون مع اللي نشوفوا فيه توا اللي نسمعوا به، مي عمرنا بوتيتر ما حكينا فيه في ان كادر مع معنا دي سبيسياليست، معنا دي بسيكولوج، معنا سوشيال ميديا اند كونتنت كرييترز. دونك نحب نقدم ياسر مشتا اللي هو ان يوتيوبر. سامحني. ياسر مشتا ان يوتيوبر، نعطي دي نيميرو ولا تقولوا من تي؟ والله تصرف. دونك عنده 138,000 فولور. He creates video content about our culture and society, reached more than 1,000 subscribers, reached more than 4 million views. Donc, Yasser Mashat, c'est ça. I will guest him then. Et après, on a... Quelqu'un qui est très important, Yasser, c'est le YouTuber qui est le content qui est le C'est très important parce que c'est la discipline principale, les créateurs de contenu ne sont pas comme étant des zéros. Alors, il y a un peu de temps. Sinon, est-ce que tu as mon fin de l'échec? Donc, je vais vous donner le micro. Et après, Monsieur Abdelkrim Ibn Abdallah. Merci. يحكي شوية على راسك. حكيت على ياسر، احكي شوية. تحكيش قبل يعني. عبد الكريم العبدالله جي كوفاوندر سوشيال ميديا كلوب، فونداتور بيل تونيزي. لاش كان تعرف شكون فيك في بيل تونيزي؟ بيل تونيزي تعرف؟ اون با انتخان فيغ دو بون بولو ابارامون. تعرف سوشيال ميديا كلوب تونيزي ولا؟ او موا. جو سوي ان كوتش اون ديجيتال ماركتينغ، جو سوي اكتيلمون ان ميديا مانجر بور ان كون ام سي ان، جو جير بليزيور يوتيوبر. وصلت لي حكايه ديال سكونت مع برشا بين انسات. دونك لو ميت تاع تاع انسات ان ما ياخذوش، تنسر برشا نكون صباح نكون مخر نزلوا لاشتي ياكلوا برشا سي فري ولا يقراوا برشا والحاجه الاخرى يتفرجوا برشا مانجا برشا اني صحيحه ولا فوالا دونك فوالا صحيح. دونك سكونت مع دي جماعه انسات اوتوماتيك كيما قلت لصديقنا المنصر، جماعه انسات كلهم يسون ديستيني اكسبورت بور دي كارير اوفرسيز دي كارير. فوالا ميرسي. ميرسي مسيو عبد الكريم. ابخي انا مدام ايناس بن سليمه، اون بسيكولوج معانا اللي هو بالنسبة لي أنا فرحان برشا لحقني عنا إم سيكولوج، أون سبيسياليست في حكاية ممكن ما نشوفوهاش برشا، ممكن ما نقراوهاش برشا، مي اليوم فرصة باش ناخذوا أن أوتخ بوان دو فيو، ممكن ما نشوفوش برشا في المجتمع نتاعنا ولا في الفاك نتاعنا تو سامبلومون، خاطرنا أوني دي زانجينيور با دي سيكولوج. فوالا، دونك مدام إيناس كان تحب تعطي أن مو دوفرتور. معكم إنيس بن سليمة، أنا جو سو بسيكولوج دو لا فامي، جو في لانكادرومون بسيكولوجيك بور لا فامي، نعمل انتراكسيون فاميليال انتر لي زونفون و سي بارون و لي ادولت، جو في لا ثيرابي بسيكودرام ميزيكوثيرابي، مي لو بلوس امبورطون اليوم لو سوجي نتاعنا لي فاكتور ايموسيونيل، لي فاكتور بسيكولوجيك بارابور لي ريزو سوسيو. الوغ اون فا فير دي جو، اون فا فير دي simulation je trouve mon acteur je trouve les facteurs je trouve les effets mais bien sûr il y a la hâte de des questions hâte de rajouter à bêcher qui est la petite anticorps acteur. Merci. Au final خليو monsieur Montasser بالله حسبي ولا حسبي parfait. Donc si Montasser عسلام منتصر حزقي ديجيتال ماركتر عسلام منتصر حزقي ديجيتال ماركتر
بتلاقي برشا بالاناليتكس وتسكي ادز في الريزو سوسيو. نحاولوا سينون نستعمل الميكرو هذا عطو سي بون تسمع فينا الكل. الو نبداو الديبا نتاعنا دونك باش نعطيكم ان بو لو فورما. كل جيست عنده مداخله نتاع 3 مينوت. بعد ما الجيست نتاعنا يعمل المداخله نتاعكم نتاعهم vous avez la chance de poser des questions ولا تعملوا une intervention. Et après, فما حكاية اللي هي point d'information. كان فما عبد عنده une question في وسط الانترفونسيون تاع سبيكر ينجم يطلب ان point d'information اللي هو جوست يقوم منكم انتم دو موا يقوم يعمل هكا. Je donne, ou elle, le speaker, donne l'accord, il donne le point d'information, entre 10 et 15 secondes. Maintenant, gauche. Mais, ou bien, on garde le silence, on a ce moment. Mais, alors, social media, we're all addicted. Du moins, on a fait une partie de l'adolescence interne, on a addicted aux social media. كنا هركين في التليفون من الادفانت نتاع سكون ابل معناها السمارت فون التوا بي سياتنا ما حلينا ما بنا الفيسبوك ديما محلو اللي هو سا بوز ان بروبليم دو موا في كيفاش نتعاملوا مع العباد وكيفاش نتعاملوا اون جير وقتنا. دونك باش نحاولوا اليوم ناخذوا السوشيال ميديا من الاسبي هذا الاسبي ادكشن مي اوسي من الكوتي الاخر اللي هو بلوز اون ريلاسيون مع لو كونغري نتاعنا ان اسبي encore plus technique, le data privacy ou private information via social media. Donc, je vais commencer par l'addiction. Donc, la première question sera comment pouvez-vous définir l'addiction sur social media ou est-ce que c'est vraiment réellement maujoud ou est-ce que c'est maujoud ou khtira ou est-ce maujoud ou adi ou c'est juste avec هذاك سي لو فيتور معناها خاطر او فينال نحن ماشيين في ان بروغري سيانتيفيك. دونك سي نبداو على يسار سي منتصر. بالنسبه لي انا نقول ما ثماش ادكشن في ليزو سوسيو على خاطر ماهوش دروغ الناس الكل تقول لي ثم نوع من الادكشن ليزو سوسيو هو ماهوش دروغ ماهوش حاجه ما تقدرش تعيش بها مي جوست انت تبدا انت مثلا ما عندك وقت كبير فارغ، الوقت الفارغ احنا قاعدين فيش نمشيو فيه، قاعدين نمشيو فيه كله يا في فيسبوك يا انستغرام يا اي واحد من الريزو سوسيو اخرين. الناس اللي تخدم برشا واللي ما عندهاش وقت للريزو سوسيو حتى كي يحل فيسبوك حتى كي يسنس بي يقعد يحلو نهار كامل نهار الاحد باغ اكزومبل ولا في الويكاند راهو ما يخلقش اي تايب اوف ادكشن. جوست احنا عندنا برشا وقت فارغ ماناش قاعدين نعرفوا وين نجموا نحطوه، كيفاش نجموا نستغلوا الوقت هذاك. فمش واحد فيكم نهار مثلا في البريود تاع ليزاما حس روحه مثلا راسه يوجع فيه ولا ما نجمش يكمل ليليبس الا ما يحل الفيسبوك وشوف قداش من واحد حط وجام على اخر تصويره ولا اخر ستوري. صعيب برشا. مي ثم تيب صغير تاع ادكشن قاعد يتخلق عن جينيراسيون جديده. جينيراسيون صغيرة بالكل نقولوا احنا نيو جينيريشن هما الناس اللي في العمر بتاع 16 حتى نقولوا 13 خاطر الانستغرام يبدا من معناها من 13 هكا في بالي كان مانيش غالب الانستغرام تشتغل في كون جينيراسيون جديدة عندها مشكلة صحيح مي ماهياش ادكشن ما نعرفش بالضبط سيونتيفيكمون شنو نجم نقولوا لها بالضبط مي راهي مستحيل تنجم تكون حاجة اسمها ادكشن. الجيل هذايا احنا قبل كنا نحطوا ما نعرفش احنا قبل كنا نحطوا التلفزة كنا قبل بطن يحطونا سكوبي دو مثلا في فرونس دو اذا كان الناس كبار شويه في العمر وقت كان تونس 7 ما فيهاش برشا ديسان انيمي نهار لحد الصباح تحط فرونس دو تفرج سكوبي دو باغ اكزومبل. كان الوقت هذاك اللي عندنا احنا نعدوه قدام التلفزة كان عندنا اكثر وقت نحن نقعدوا مع عائلاتنا نحكيو فيه ما كانش عندنا حاجات في التلفزة نستناو فيها. تو المشكله في جينيراسيون جديده اللي ثم نقولوا احنا كونتيتي كبيرة على الاخر بتاع كونتانت موجود ينجم هو في العمر هذاك يكونسومي الكونتانت هذاك هو اللي قاعد هو يكونسومي فيه خاطر ما عندوش حتى حاجة أخرى ينجم يعملها.
ما عندوش نساء انيمي مثلا. احنا تو كما كنا قبل نكملوا الخمسه للقرايه نروحوا نلقاو نساء انيمي تبدا الخمسه ونص تجي بالضبط في الوقت اللي روحنا فيه. تويك جينيراسيون صغيره جديده بالمشاغل اللي عندهم وبالوقت اللي عندهم في كل احنا ما عادش ثم وقت مضبوط نتاع حد شيء، فمش وقت مضبوط تاع تكمل القرايه. ولا يلقى كونتنت موجود 24/24 تنجم وصل ليه تتفرج في الاخبار نتاع الثمانيه ولا تتفرج في المسلسل اللي تعدى بعد الاخبار. كيما تنجم الخمسه نتاع الصباح تتفرج في حاجه تعديت نصف النهار وقت اللي انت تخدم ولا وقت اللي انت تقرا. اما ادكشن ما نجمش نسميه ادكشن، ما عادش الاسم بالضبط نتاعها، اما راهي مستحيل تكون ادكشن. تعرف علاش باش نتكلم؟ حبيت نسألك كي مش أديكسيون شنو هو ألوغ؟ خاطر كي واحد يقول مش اسمه لا وش على التعويض، أعطيني حاجة اللي تغير أو تبدل أو تلقى كونسيبت ينجم. شنو هو تعريف الأديكسيون؟ لاديكسيون هو الانسان اللي يقوم بعمليه تعويض ان بليزير ساعات بيردو ولا عنده اكسي نتاع البليزير هذيك ويحب يدي مزيد منه خاطر ما لقاهش. اكزومبل السيجار اللولين اللي تخديته انت في حياتك يقعد حياتك كامله تلوج عليه في السويقر وفي البكويت اللي انت تشري فيهم كل يوم خاطر السيجار اللوليني هو اللي عمل لفي نتاع لاديكسيون. يعني les enfants et les jeunes et les hommes de 5-6 ans jusqu'à peut-être 30 ans وقت يوصل للأديكسيون وقت يفقد العلاقة بينه وبين روحه وبينه وبين الآخر. يوصل صغير يعني أن إكزامبل غيال باش نعطيه لك فيلم معناتها حابين نعطيك حاجات غيال باش أنت تفهم. يوصل صغير إنه الماكلة اللي ياكل فيها ما يعرفش حتى شنو هي ما يعرفش القوي شنو هي. alors le point de départ نتاع l'apprentissage نتاع la personnalité c'est l'encodage sensoriel. يعني انا باش نجم نكون عندي اوفرتور للعالم الخارجي باش نستعمل الليسونس نتاعي. كان انا نفقد احساسي بالليسونس نتاعي كيفاش نجم نكون ان اتر هومان؟ 1 2 l'addiction نتاعي اللي يخليني اني انا ناكل بكونتيتي ما نعرفش قداش لدرجة يولي ان انفون اوبيز يولي ان انفون اللي فما غوفو سكولير اللي لاديكسيون نتاعو تخليه 24 ساعة ما ينجمش يقوم على الطاولة ويعمل كريز كي الانترنت تقص يعمل كريز دو اغريسيفيتي يعمل كريز دو فيولونس على روحه وعلى غيره. الوغ سي با لاديكسيون؟ C'est pas l'addiction ? C'est l'addiction. Très bien. Alors, avancer, c'est pas avancer. On a l'âge, monstre de l'avancée. On voit tout ce qu'il y a des degrés, Fadani. Mais c'est quoi ? Tout ce qu'il y a, Fadani. Parce que tu dis que le chocolat, c'est déjà l'addiction. Quand tu dis que le chocolat, tu as tout le jour, deux tablettes de chocolat, tout le jour, addiction. Yani, Fadani, il y a des choses qui ont un excès, c'est addiction. حتى التلفزه اللي قلت عليها احنا قبل احنا صغار كان تفرجنا بكونتيتي كبيره خاطر ما عندناش وقت راهو فيك الجينيراسيون نتاعنا هذيك نجم يكون اديكسيون. معناتها اي حاجه فيها اكسي من كل النواحي كان في لافي سيكسويل اكسي اديكسيون في لي جو فيديو اكسي اديكسيون في الماكلة اديكسيون اي حاجه فيها تو دو بليزير يعني تلوج ان سيغتان بليزير. دو ولا تعمل في عملية تعويض ايموشنيل. احنا في تونس باغ اكزومبل سامحني تنرجع لك سامحني في تونس باغ اكزومبل لقاو من لي اديكسيون علاش تونس لي جو نتاعنا يوصلوا يدمنوا على لي ريزو سوسيو على لي جو خاطر فما بروبليم في الانتراكسيون فاميليو معناتها عندنا مشكله نتاع ايكوت ما يلقى حتى حد يسمعه ما يلقى حتى حد يحس بيه ما فماش شكون يراعي او يسمع الراي نتاعو. الوغ هوني شوش يلتجأ العباد اليوم فيرتويل دي بيرسون ولا حتى الاستيمولاسيون هذيك اللي تجينا في الانفورماسيون باغ اكزومبل في الفيسبوك ديجا تشارجي المخ امبليسيتمون ولا اكسبليسيتمون. وي وي قلبي ما لاسي مدام دونك ادوكاسيون هكا فما مداخله من الببليك كيستيون بعد Bon, bah, on a joué les questions ou les interventions, qu'il faut une intervention du public. Mais, M. Serge, qui peut-être en a ou, bah, dit que,
تشد الفكرة عبيها بأفكار أخرى من عند الجماعة اللي بعد وجاءوا فرد ما لا تتملك. ألاغ شكون فيكم عنده فيسبوك؟ بالحق شكون فيكم عنده فيسبوك؟ شكون فيكم عنده تويتر؟ انستغرام؟ سناب شات؟ ريديت؟ ريديت؟ ساسي دي جون باهين على خير. شكون فيكم عنده شانل يوتيوب؟ يصير فيه حاجة. شكون فيكم عنده البورتفوليو نتاع ديزاين؟ شكون فيكم عنده بلوغ؟ الوغ هذه كل توس بريزون سيغ بلاتفورم تاع ديكسيون با تاع كرياسيون، فرق كبير على الاخر. فبين ان تكون كرياتور دو كونتوني تصنع كونتوني كل يوم سي تخي بيان، تكي ارتيكل سي اكسيلون، تي اون تران دو بروموفوار تي كاليتي اترافيغ الويب. الكادر ديكسيون تلقاك ورا ليكرون، تلقاك شات فيسبوك وتسكرولي تسكرولي 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 بوغ ريان فير، تسكرولي بوغ ريان فير بوندون دي زور. لي زور نهضرو في تونس حسب التويت تاع مناول التونسي المويان يباس 6 اور سور فيسبوك. اكاهو 6 اور سور فيسبوك، تو شكون عادي 5 سوايع على اليوتيوب. شكون فيكم بالله خنشوف واحد كوتي كومبورتمون، شكون فيكم عنده بريز نتاع الضو معمول بالذمه حدا فرشه؟ شكون فيكم ما يرقد الا بحد التليفون نتاعو؟ يرقد الا بحد التليفون نتاعو يعني طلع على صح. شكون فيكم يقوم الصباح يحل التليفون نتاعو؟ شكون فيكم عنده ما يزيد يدخل التواليت الا مع التليفون نتاعو؟ بالحق سيري اسمه. شكون فيكم ما ياكل الا خد التليفون نتاعو قدامو؟ ايبا احنا اليوم مدام نعانيو اللي ما في دو 3 زون اللي اتكتت ما تنجم تتعشى ولا تاكل الا اذا قدامها التليفون تاع اليوتيوب باش تتفرج في ماشا والسيد الاخر الكل. هذاك علاش اليوم نمبر 1 كونتنت كريتور في العالم دخل ورشه فلوس هما لي شان تاع الصغار، خلاو اليوتيوب يعملوا يوتيوب كيدز. اوني توس مالوغوزمون اتكتت ابار بشكل اخر اللي عندنا الكول هذاك دو فاسون دي نوتر، مي دو نوتر اديكسيون ان ني با اكسبلوتي. في الكان تاع مثلا تاع ياسر الاديكسيون تاعو كما الناس الكل الى ترانسومي او كرياتيفيتي. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands créateurs de contenu de Tunis. Il est stylique, oui, on touche. Avant de faire une addiction, il a accroché, c'est une simulation qui a été en mais on n'est pas en train de faire haja. On t'a fait un cas de le cadre, il y a un cas de l'école, il y a un cas de l'école, tous les auteurs de l'âme, de Ernest Hemingway, de Mark Twain, من تحسي كلهم سي سون ديكسيلون ديكسيلون اوتور كي عملوا دي زوغ تاع على الاخر، مي سي سون او ميم طون ناس قراو برشا برشا برشا. جا تذكروا في جيم اوف ثرونز في جي او تي شو اسمه القصير هذاك شو اسمه هو؟ القصير نعم؟ اكزاكتومون شنو الكاليتي نتاعو بارابور نعم؟ يعمل؟ يقرا برشا وكيقرا برشا شنو يصير؟ شنو يصير؟ هذاك واحد بارابور الاخرين نسمع في الجي او تي كلهم دو كونسوماتور. دونك احنا اليوم اوني توس اون ادمي تو معنا بعض عملنا ثيرابي بلاش اليوم ثيرابي اون توس نوس ادكتد مي نوتر نيفو دادكسيون il peut être facilement géré par notre niveau de créativité. Merci, M. Abdel. Merci. On passe au suivant, c'est Yasser. Mais, un agit de l'Yuma, je vais prendre le Havard Ders. Imshé, d'où l'est Fi Ramadan, habite n'a fait pause, من social media complètement, ou ma habat hatta contenu, ou ma. Mshit amalt mute, all my. L'abid de l'infollow, fi hum, mouchit bilhaq pause. T'as ma ktib, kait osmo digital minimalism. Yahki al kifesh social media, n'a jmo stamlo effectively. و it doesn't blame social media معناتها ما تقولش social media is the enemy ولازم نكون نسبوها، لا social media is a tool that we need to learn how to use. ديجا معناتها كتب بعد الكتاب سطرت في فازات و فما ريسيرش عملوها
اسكو السوشيال ميديا ادكتيف ولا هو السوشيال ميديا شنو الادكتيف فيها هو البيهافير بتاعنا اسكو البيهافير ده يتسمى ادكشن ولا اسكو يوصل الادكشن بتاع الهيروين ولا اي مخدرات ولا في 2013 المينتال هيلث ديسوردرز في اليو اس قالت اللي السوشيال ميديا الديبندنسي اون تك ولات بيهافير ادكشن معناتها بيهافير ادكشن ما يوصلش الادكشن بتاع السبستنس اما اس ان ادكشن علاش مثلا كي تشوفوا انتوا جربوا رواحكم اخرجوا من الجمعه من غير تليفوناتكم تلقاو ثم فراغ في جيوبكم ديما ثم البيهافير اللي ولينا ديما نشوف في جيوبكم انت حتى تبدا تسمع حس تقول لا هذا تليفوني ولا دونك السوشيال ميديا ماهيش ادكشن كيما يصور فيها العباد بتاع الهيروين وكل شيء It's something that we can't live without. على خاطر داخل في حياتنا في الاقتصاد في علاقاتنا في النفسية متاعنا في خدمتنا في قرايتنا. نصور الناس كل في جروبات متاع أنتم في جروبات متاع فاك وتأخذوا معلوماتكم من جروبات فاك ذيك. Don't can't live without Facebook حرفيا معناته. والشركات اللي معك اللي جين خاموا على فيسبوك فيش تعمل بلول كان كيما أجندة متاع العباد في هارفارد فيها الأسامي متاع العباد و you connect with people in Harvard من بعد تطورت وخدمت برشا على البسيكولوجي متاع العباد to make people more addicted لها باش يربحوا أكثر فلوس في الإشهارات وكل شيء وخدموا على حاجتين علاش عمركم سألتوا روحكم علاش هالكين من أنتم you're dependent حاليا على السوشيال ميديا أول حاجة السوشيال ميديا تعطينا rewards طلعنا في الدوبامين كلنا يجينا نوتيفيكيشن someone liked your photo someone tagged you in a photo محلالي مع أصحابي هنبقى تصويرتي وانا خارج في المرسى ونوري أصحابي الكل اللي have a social life donc it gives you that rush بتاع الدوبامين بتاع yes I have friends yes someone liked my pictures I have 1000 followers hell yes donc that it's like a slot machine كل ما تحل انت الفيديو بتاع فيسبوك ولا الانستغرام ولا اي حاجة متعرفش شنو يجيك May you hope when وقت اللي أنتي تعمل هالmagical thing with your finger أنه بشي يطلع post هكا it engages with your feelings post يبكيك post يضحكك وديجا كنشوف اللي post متاع فيسبوك الكلهم feelings you like you love you sad you're angry donc أصلا فيسبوك ينجم يبدل ال sentimental متاع شعب كامل خاطر ثاني فيسبوك ينجم يفهم اسكو البوست هذي شنو الفيلينج اللي باش تخرجه في فترة من الفترات ينجم يولي يكثر من البوست اللي يحسنوك مثلا والبوست اللي يفرحوك وعملوها ديجا تجارب دونك ذا فيرست ثينج اللي الشركات تخدم عليه بتاع السوشيال ميديا هو الدوبامين والرش بتاع الهابينس ثاني حاجه هي السوشيال ابروفل اللي اف يو هاف مور فولورز يور ابروفد في الترايب بتاعك كيما معناتها كان تمنوا بنظريه التطور قبل كانوا العباد كنا نعيشوا في ترايبس ولازم تبدا في اكبر ترايب باش تبدا انت محمي وتبدا تعيش في حياه كريمه مثلا فيسبوك is the same thing كيبدا عندك اكثر اصحاب كيبدا انت متصور في اكثر تاك بيكتشرز وفيها جروب بيكتشرز وانت تحس روحك معناتها مانيش وحيد معناتها عندي اصحاب that's something اللي فيسبوك خدم عليه وصرف معناتها حرفيا ملايين دولارات باش يعمل فيتشر نتاع تاك فيسبوك تو ينجم يطلع لك اسكو انت تاك في اي تصويره في ملايين تصور يطلع لك نوتيفيكاسيون حتى لو صاحبك حب التصويره ما بدك كفايه يهبطك باش انت يس يور بارت اوف ذا جروب تاجي روحك وادخل معنا في الجروب ميرسي يس بون وي تراي تو كيپ تو بون اوف تايم باش نجمو نحكيو كل نحكيو برشا في الفينال وي كيپ ات انجيجينغ هذه حاجه ليا ديما بيان سور الكلمه باش ترجع لك وفما حكايه ما كومش نعملو فيها اللي هي تنجمو تطلبوا لا بارول خاطر الدوزيام تور ماشي كون سي اوردوني كو بروميير تور فما بيت تحكي فما بيت ما تحبش تحكي ما بيت تخمو زيد تسمع دو سو في كان حاجه تحبوا تطلبوا لا بارول جوست هزو يدكم جو في نوتي و جو في دوني لا بارول وقت بلا بور لانستون اون باس او كيستيون سي ديال دي كيستيون فما شكون بي ايجين حبيت اني نقف حبيتك تكمل في
الفكره نتاعك حبيتك تسال شنو الفرق بين الابيتود والادكشن. ديجا سي بشار هو بالضبط معناها قرب الفكره اللي حبيت انا اقولها. البيهافير الادكشن او فور اكزامبل مثلا انا اول سيجار عملته وقت بدات الادكشن نتاعي للدخان. بطلت الدخان اول ما جاني قليل قعدت بطلت الدخان عامين ونص من بعد لقى روحي ما زلت تحب على الدخان. ما ثماش حتى سبب واحد يمشي تشري بطل الدخان ما ثم حتى سبب. ثم شكون يقول لك انا نرجع الدخان نتغشش مثلا مثلا ما عندي حتى شيء يقول كل واحد مشيت تشري بطل دخان فقعدت متكيف تو عندي اقل من شهر من اللي عاودت بطلت مره اخرى. وفي التبطيله هذيك مره عسي كريم في فورماسيون وقتها مع جروب قعدنا فوق نهارين ما عادش كنت مدي سيجار وقعدت متكيف ثلاثه اربع ايام كهو معناها في نهارين تاع فورماسيون هذه من بعدها. وحتى وهني تو ما تكيفش مثلا على خاطر رحنا الامور معناها بتاع صحتك بديت تعب فيها شويه دخان. مي ثم الادكشن تو انا كنبقى نمشي ناخذ بطل دخان بعد ما نكمل مثلا نحب نمشي ناخذ بطل دخان نحب ناخذ قهوه نحب قضيني قهوه ونعمل سيجار مثلا في العشيه. هذيك ثم الادكشن مي انا مثلا ولدي وقت اللي نعطيه التليفون وصل في وقت كما حكيت مدام وقت اللي نحيله انا التليفون يعمل رياكشن خايبه شويه ينطر يلقى حاجه قدامه يلوحها. ولدي تو ما عادش يمس حتى تليفون في الدار تليفونات الكل موجودين حتى تليفوني كي في سوني جوست يقول لي تليفوني كي سوني كي قلت له راهو ما عادش يمس حتى تليفون راهو يردك معناها ماكش ذكي نقص لك في الذكاء نتاعك شويه بشويه ما عادش تنجم تفهم شنو قاعد يصير في الدنيا برغم اللي ولدي معناها عمره اربع سنين معناها مش كبير برشا الى حد يومنا هذا برغم اللي يعرف حتى كيفاش يحل تليفوني مي كيلقاه قدامه راهو ما يستعملوش. هذاك علاش انا نقول ما فماش ادكشن. انا مثلا كي تبدا عندي خدمه نوصل للمرحله اني وقت نبدا نخدم الصباح نكمل الخدمه نتاعي 8 9 نتاع الليل نتعشى ونعاود نحل البي سي الماضي ساعه راني ميم با نجاوب على عباد في الفيسبوك عباد تاع خدمه معناها اي يلزمني نجاوب الشخص هذاك. مي انا ما نستعملش لي ريزو سوسيو عندي برشا اصحابي كيف كيف. وقتاش انا مثلا نحس روحي نحب نحل مثلا نقول احنا فيسبوك ولا اي حاجه اخرى كاش كي نبدا بالرسمي ما عندي ما نعمل الخدمه الكل فات صغار راقدوا قاعد وحدي نحل نقرا اخبار كها. زيد نرجع اللي قالوا سي المشاهد زاد على انه كيفاش ياثروا علينا بالسوشيال ميديا. وصل بيريود كي نحل الفيسبوك ديما نلقى اخبار شمسه فيه وقت نتكلم غير لغمه انفجر واحد مات البلاد فلست قرض ما حبوش يعطيهولنا. من وقتها الفيسبوك معناها بريسك حتى في الترتيب في ليزابليكاسيون عندي ولا في الباج الاخرانيه بالكل. هذاك علاش انا نقول ما ثماش ادكشن للسوشيال ميديا. مي في الستاد اللي تحكي فيه مدام تو انك وقت اللي انت ولدك تخلي التليفون عنده شهرين ثلاثه شيء طبيعي جدا انك نهار باش نحلو تليفون باش يمرض باش يولي عنده ما عرفش كيفاش فسرها بالضبط الفكره. مي راهو السيجار الاولاني يعمل لك الادكشن الشمه الاولى تعمل الادكشن. مي التليفون تنجم تقعد تستعمل 10 سنين فيسبوك نهار اللي انت تقرر باش تنحيه ما يخلفك مع حد شيء لا يوجعك راسك لا تحس روحك لازمك تحل فيسبوك اصلا معناها. ميرسي سي منتصر. سي بون لا كيستيون. حسيت يعني انت قلت نظريه التطور كل شيء لازم الانسان يكون اوتوري مع العباد وكل شيء. انا كنت نجم نراها من منطلق اخر انه الانسان هو مدني بطبيعته ماذا به يكون ديما مع العباد. علاش فهم يعني نظريه التطور كل شيء؟ يعني الانسان هو يوجد يكون انه اوتوري مع العباد او وسيله اللي هي سهله ويجي كونسوميها واللي ما عادش تعمل كونتنت كما فهمت يعني كنت غير العميل اللي كونسومي ما عادش غير اكونت. انا لا نعرفش الفكره نتاعي هو السؤال انت قلت لي انت في الكونتنت نتاعك ما عندكش فالور اذا ما فهمتش كونسيومر ما فهمتش شكون الكونسيومر هو يحب يقول سي جامي ما فهمتش ان كونسوماتور يحب يقول سي جامي ما فهمتش كونسوماتور ما فهمتش فالور هكا ولا على حكايه التطور ذات هو اكزامبل مش لا مش لا مش جست سامحوني نحاولوا اون غارد لا ريبونس على 30 سكوند باش نجم نكمل. انا سؤالي ما فهمتش شنو البوانت يعني. انا انت طرحت فكره وين عطيتك فكره يعني ما كنتش مطابق الفكره يعني ما عرفتش يعني انت مشيت في الاتجاه في السوشيال ميديا كريمه حكايه المشكل انه بيز دمج ما بين الكريتور كونتوني والاودينس والناس الكل هي كريتور كونتوني والناس الكل هي كونسومي الاودينس. وهذه كانت كانت فترة انتظار ديما يقولون اتكلم وعبر واحكي وديما مثلا
تخليش حد يتكلم وديما